بيتناول المحور بتاعه هوية مصر وشخصية مصر، بمفهوم شخصية مصر بيتحدث عادة عن الكيان، الجسد، مصر، البلد، الأرض. الهوية بتعود عادة على فكرة الإنسان، الإنسان المصري يعني. فالموضوع اللي قررت أتناول بيه بتناول فكرة الهوية والشخصية وعلاقتهم الاثنين بفكرة الحداثة، وإحنا ليه في مأزق ثقافي، وهل في إشكالية من موجودة في الهوية المصرية أو في الشخصية بتمنعها من التعامل مع فكرة الحداثة بالمفهوم الواسع. مجال الديزاين سواء اركتكتشر او انتيرير او اي ديزاين، تلاقي في وجهة نظر يقول احنا عاوزين ندور على نفسنا ونعمل عمارة مصرية او الديزاين المصري، المصمم المصري. الحقيقة دي مغالطة كبيرة جدا، مفيش حاجة خلاص في العالم دلوقتي اسمها العمارة المصرية والعمارة الامريكية والعمارة الفرنسية والعمارة الصينية. اللي بيحصل ايه؟ انك انت بتشارك في المنتج بتاع ديزاين اليونيفرسال، الكوني، العالمي. المصريين يسألوا نفسهم او العرب او ايا كان بقى الكيان، احنا هنعبر عن نفسنا للعالم ازاي؟ يعني الديزاين ده ما هوش شيء رفاهية بالطريقة السطحية اللي ممكن حد يفهمها. يعني تيجي تتكلم على لو في لقاء تلفزيوني الناس مش عارفة تاكل، يا أستاذ هتكلمني على الديزاين؟ طبعا ده شيء طبعا غير مقبول، لأن احنا بنعبر عن نفسنا عن طريق الارت والديزاين والفيلم وكل اي شيء، المنتج ثقافي. فده ان اجلا وان عاجلا هيبقى سؤال مهم جدا، وما ينفعش نستنى كده وبعدين لما تيجي اللحظة المهمة نبدأ بقى نفتش في الماضي ونشوف لنا حاجة شبهها حلو كده ونقول هي دي مصر. ممكن تستفيد من الفكر اللي كان موجود في العمارة الإسلامية أو العمارة المصرية القديمة أو بس من غير ما تقلد شكلها. يعني دي الفكرة، لما بتبص لحاجة قديمة أنت بتستفيد من الدروس أو الفلسفة بتاعت الفراغ، مش بالضرورة شكل الفراغ كما هو وتجيبه كده وتروح لازقه النهارده وتعمل لي عماره شكلها فرعوني. مفيش حاجه اسمها فرعوني، يعني مصري قديم. او اعمل لي دي اسلامي يا باشمهندس. انا مثلا عايش في لوس انجلوس مده طويله جدا، وبعدين الفتره الاخيره دي لما جيت مصر درست في الجامعه شويه، وبدرس في الجامعه في الاي يو سي وجامعتي الاصليه عين شمس، بدي محاضرات كتير. فعندي نبض الطالب المصري وهو لسه في الجامعه يعني. فبحس ان هو او المجموعه كلها عندها الاستعداد ان هو يطلع شيء، بس هو بيحصل احباط لان الحاله الحقيقيه في المجتمع بعد كده او في العمل يعني ما بتسمحش. فانت بتلاقي الشارع بتاعك مأساوي معماريه، لكن ده لا يعني ان المعماريين نفسهم مش موجودين. سنتين ونص حاجه كلام فارغ يعني. ما رئيسين يقعوا في صرف سنتين ونص، ده حدوته سريعه جدا يعني. فسرعه الاحداث السياسيه اسرع جدا من انها تطلع افراز ثقافي بمعنى تقيل يعني. لسه قدامنا 4 5 6 7 سنين على ما تبدا تحس فعلا هو ايه اللي حصل وايه اللي